سواء مع غيت مروان وتامر حسني. اهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع نارين بيوتي اللي كشفت من خلال سناب شات انه هي راح تسافر الى ايطاليا، وكذلك لمحت نارين بيوتي انه هي راح تصور اغنية جديدة مع ابن خالها سيفان. حشوفه، كتير مشتقت له صراحة، يعني ما بتعرفوا يعني ممكن يعني يكون في هيك عيش حياتك وانبسط فيها جديدة، ما بتعرفي. المهم خليني انزل جلا. أما اليوتيوبر غيت مروان كشف امبارح من خلال سناب شات انه تامر حسني ما راح يجي على عرسه بسبب انه هو اعلن طلاقه من بسمة بوسيل مؤخرا، وهذا الشيء اثر في اليوتيوبر غيت مروان وكشف انه يا المتابعين سلخوه عين يا هو سلخ تامر حسني عين. ايضا اصالة المالح نشرت على السناب شات مجموعة من الستوريات. الجمهور سأل اصالة انه هي صايرة كتير نحيفة، وردت اصالة المالح انه السبب هو انها ملتزمة بتمارين رياضية.